السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. اليوم فيديو رائع مفيد جدا جدا، فيه وصفة لنزف الدهون والقضاء على دوك الدهون اللي كيكونوا في المطبخ وفي الخشب بصفة عامة ديال الدار كاملة، والثانية التلميع ديال الخشب، والثالثة أيضا غادي تبقاو معايا غادي نحيدوا هاد الصدى اللي كيكون في هاد اليدين هادو ديال البلاكرات ديال الخشب. كلشي هادشي غادي تشوفوه إلا بقيتوا معايا حتى لآخر الفيديو، فرجة ممتعة. بسم الله توكلنا على الله. اول حاجه غادي نصاوب معكم الخلطه اللي كنقضيو بها على الدهون. كيف ما كتعرفوا الخشب اولا هكا البلاكرات ديالنا اللي في المطبخ كيكونوا عامرين بالدهون، واخا نديروا لاهوت واخا نديروا اي حاجه درناها ضروري ديك التعليكه ديال الدهون، واخا تكونوا كتنظفوا تقريبا مره في الاسبوع داك التنظيف العميق كتلقاو الدهون ايضا. فانتم غادي تبقاو معايا نصوبوا هذه الخلطه. هنا احتاجت هذه القريعه تقريبا 4 لتر هكا ديال الماء، ولا المهم داك الكاس ديال العنبه ومعادي من الروبيني. هنا غادي نحتاج واحد الكميه قليله ديال البيكين باودر. هنا دائما كنت فايت لي شاركت معكم واحد التنظيف ديال الخشب كيقولوا واش نعوضوه بالصودا بكربونات الصودا، هنا لا، كتجينا هذه ناعمه على الخشب وما كتخلي لناش فيه واحد الخدوش. درت هنا كما شفتوا تقريبا ثلث ديال الساشي، واحد شويه هكا راس معلقه ديال الخميره الكيماويه، جوج قطيرات ديال هذا النوع ديال سائل تنظيف الاواني اي نوع، ولكن هذا كيعجبني سواء هذا او اللون الاصفر. هنا غادي ندير واحد الكميه ديال الخل، الخل الابيض او لا اي خل غير ما يكونش هذاك اللي فيه البهارات اللي مكتوبه فيه هكا خل متبل ولا شي حاجه بحال هكا، اي خل درتو كيخدم، يعني حتى خل التفاح البنات اللي كيسولوا راه حتى هو كيخدم. كاس قل واحد شويه غادي نخلطهم مزيان مزيان باش تذوب ديك الخميره الفوريه. الى لاحظتوا راه ما كثرتش الخميره باش هكا، حيت بزاف البنات كيبقى هادشي كله على النوعيه ديال الخشب. انا الخشب اللي عندي مفيرني وفيه ديك لاتانت عادي، ماشي شي حاجه اللي ممكن نديرو حتى الخشب الاخر الام دي اف، ولكن هذاك اللي كيطلق لاتانت ما فيهش الفيرني ما نعرف يقدر يطلق لكم اللون او لا يشاب. صافي هنا خلطتهم مزيان، غادي نحتاج واحد الفرشه بحال هذه وواحد المنديل. بسم الله غادي نبداو. اول حاجه هذه راه الخلطه اللي كنزفو بها الدهون اللي كنحيدو هذوك البقع ديال الدهون، كيبقى على حسب الدرجات. انا هذا المطبخ هذا راه تقريبا كل 10 ايام كندير ليه هذه الطريقه، الا تعطلت كاع 15 يوم كندير ليه التنظيف العميق بهذا الشكل هذا من الداخل ومن برا. شي نهار ان شاء الله نشارك معكم في التنظيف ديالو من الداخل. كنركزوها انتم شوفوا هذه البقعه هذه غادي تحيد بسرعه، كنركزوا على دوك الخطوط اللي هي عميقه كتبقى هذه الفرشات. الا ما كنتوش المطبخ ديالكم معلك بزاف بالدهون راه ما كتستعملوش، كتستعملوا مباشره الثوب، ولكن انا شفتو راه دائما الفوار كيجي عليه بزاف، واخا كندير ليه احتياط واخا، ولكن ضروري هكا هذه الخدمه نديروها. غادي نستمر حتى غادي نمسحوا كله بهذا الشكل هذا بهذه الفرشات، فرشات تكون ناعمه باش ما تخبش ليكم الخشب. هانتوما شفتوا الخشب ديالي فيه لاتانت يعني عادي ومدوزين عليه الفيرني، ماشي شي قديم. راه كنت شاركته معكم في الاول ديال الفيديوهات اللي كنت كنحط في القناه، وما شاء الله لقى واحد النجاح كبير وكيبقى هكا يعني بزاف الملاحظات انه خشب جديد. هانتوما من بعد 3 سنوات غادي تشوفوه راه باقي هو هو تبارك الله، يعني اللمعه ما كتمشيش. غادي نستمر كل شيء على هذا الخشب اللي عندي كله بهذه الطريقه، عاد غادي ندوزو للمرحله الثانيه. بالنسبه من بعد ما درت هذه الخلطه وحكيته كله بهذيك الفرشات، هنا كناخذ واحد الثوب. هانتوما الجهه البيضاء راه وريتها لكم المنديل نظيف، وغادي نشارك معكم في الاخير شحال غادي اولا الكميه ديال الاوساخ ولا الدهون اللي غادي تشوفوا في هذاك الثوب. كنمسح كل شيء وكنركز على هذوك الخطوط اللي غادي نبطول والقنات وكل شيء حتى غادي ندوز. بالنسبه لهذه الطريقه اللي بغيت ندير الخشب اليوم غادي نديرها الباب ديال المطبخ كما شفتوا في الاول، والبلاكر واحد البلاكر اخر عندي اونفاس هكا مبني من الارض لتحت ديال هذوك البيبان اللي كيكونوا تحت البوطاجي وهذوك المجوره. كنستمر هكا راه هنا غير كنحيدوا الدهون، كنضغطوا على حسب الدهون اللي عندكم، الا كانوا كثار ممكن ديروا فرشات كيف ما شفتوا. وغادي نستمر حتى من الاسفل هنا ما ننساهش، حتى غادي نحيد كامل هذيك الدهون. بالنسبه لذاك السائل ديال التنظيف هو الدور ديالو انه كيقضي على الدهون بهذه الطريقه. شوفوا هنا راه ساليتو، غادي ندوز عليهم كاملين هادشي اللي عندي هنايا في الكوزينه، هذا البلاكار هذا وايضا الباب نفس الطريقه، باب ديال الكوزينه وهذوك اللي كما قلت لكم تحت البوطاجي. غادي نستمر حتى غادي ننظفهم ان شاء الله ونتلاقاو عاوتاني ندوزو للمرحله الثانيه. ايضا ما نساوش هذا البلاكار هذا اللي كيكون عالي ضروري خصو واحد السلوم، وغادي ندوز لهادو ديال تحت البوطاجي هاد المجوره هادو.
بالنسبه لهاد الخلطه هذه غادي نرشها كلها كيف ما شفتوا ونبقى كنمسح. حنا مازلنا هنا في الخلطه الاولى اللي بغيت نقول لكم هي انها كتصلح حتى للرخام ديال البوطاجي بحال هذا المكان هذا كيكون دائما حتى هو معلك بالدهون، راه كتنظفوا وكتقضي على هذوك الدهون بصفه نهائيه. غادي نستمر نمسحوهم مزيان، ما تنساوش هذه الفرشه هذه في الاماكن الضيقه او هذه الخطوط اللي كتكون عامره بالاوساخ حتى هي كذلك. وكيف ما كتعرفوا حتى الغبره كتجمع علينا من هادو ديال الاسفل تحت البوطاجي كيتعرضوا بزاف للغبار والماء ديال اللي كيطحمل الفوق. هنايا بغيت نوريكم هذا الزيف هذا باش اولا هاد الثوب هنايا ماشي هاد الكميه ديال الاوساخ اللي بغيت نوريكم، ولكن اللون ديال الخشب راه ما كيتطلقش لينا في اللون الابيض نهائيا، يعني راه وصفه امنه وما تخافوش عليها. وهنايا غادي ندوزو الوصفه الثانيه اولا الفكره الثانيه، غادي نحاولوا نحيدوا هاد الدهون اللي كيكونوا في هاد اليدين. هنا جاوني صعيب شويه باش نصوروا لكم، ولكن كاين اللي كيكون فيهم حتى الصدى، فاليوم غادي نردهم جداد بهذا البرودوي هذا. هذا دائما رخيص، هذا مستر بي هذا كاين في كيكون في هذا المحل التجارية ما بين 10 دراهم حتى 25 درهم. كان واحد النوع كيدير 10 دراهم اللي هو هذا، وكان ديال 20 درهم. ناخذ واحد الكمية أو 25 درهم عفوا، ومباشرة كنديرها على هاد اليدين أو هاد المقابض ديال البلاكارات ديالنا. شوفوا راه بحال السحر، يعني غير كنحك واحد شوية كيتحيد، حتى إلا كان الصدى راه كيتحيد بصفة نهائية، ولكن هادو راه إينوكس حقيقي ما كيتصداوش، لأن كيكون هادشي كيكون فيه أنواع وجودتها كمختلفة، فهادو الحمد لله ما كيتصداوش. واخا كيكونوا الدهون كيكون الأوساخ راه كنغسلهم كيوليو اللون ديالهم طبيعي نظيف. وغادي ندوز عليهم كاملين هادو اللي عندي في الكوزينة، لأن فيهم بزاف يعني ديال الدفات وديال هاد المجورة هادو، وغادي ندوز لهم بنفس الطريقة هنايا ديال فين ما كان شي معدن هكا اولا شي قطعه ديال حديد اولا نحاس اولا، راه كدوزوا عليها بهذه الطريقه هذه كتحيد الصدى وكتحيد الدهون. شوفوا اللمعه ديالهم كيف ولاو. هنا شنو بقى لينا البنات؟ بقى لينا التلميع ديال الخشب. هنا راه نظفنا حيدنا الدهون، نظفنا هاد المقابض ديال هاد الدفات هادو، غادي نظفت الباب، نظفت كل شيء. هانتوما شوفوا الباب وداك البلاكار الاخر راه كلهم كيلمعوا. اللي بقى لينا هنا ندوزو ليه، شوفوا تحت البوطاجي حتى هو نظفتو، هنا غادي نلمعوهم. الوصفه ديال التلميع ساهله وبسيطه، كنحيدو شي حاجه من الوصفه الاولى ونضيفو شي حاجه اخرى. غادي ناخذ واحد الكاس ديال الماء على حسب الكميه ديال الخشب اللي عندكم، وايضا غادي ناخذ الخل دائما الابيض تقريبا واحد نص كاس هكا وافي، ومعلقه ديال زيت المائده. هاد المعلقه ضروريه هي اللي غادي تعطيكم اللمعه للخشب ديالكم وكيولي فيه اللمعان من الوصفه الاولى، خصوصا ان الانواع ديال الخشب كتكون مختلفه. فكما قلت لكم هنا غادي نخلطها مزيان، باقي غادي نخويها لواحد واحد الرشاشه بحال هكا ونحركها جيدا حتى هاد الزيت تنسجم ليا مع الخل وداك الماء. بالنسبه لهذه راه امنه، ما تخافوش على الخشب ديالكم، لان دائما الخل كينظف وكيعقم. وبالنسبه للزيت هنايا في هاد الوصفه هذه كتحيد لنا ديك الشهوبيه اللي غادي ممكن تسبب كيف ما شفتوا في من الوصفه الاولى اللي فيها الخميره الكيماويه ولا خميره الحلوه، وهذيك النقطات ديال سائل تنظيف الاواني، فهذه كتقضي على كاع ديك الضبابه اللي فيها. كنبقاو نمسحوا بهذه الطريقه هذه وكتعطينا واحد النظافه وواحد اللمعه خياليه، خصوصا الخشب ديالكم كيكون هكا كيتشرب داك شويه ديال الزيت كما كان النوع ديال الخشب كيف ما شفتوا، غير ما يكونش من داك النوع اللي كتقيسوه هكا وكيطلق لكم الصباغه، يعني هذاك ما غاديش نديروا ليه هذه الوصفه هذه. وغادي نستمر وان شاء الله ندوز الباب كيف ما شفتوا هو هذا والبلاكارات، ونتلاقاو باش تشوفوا هكا اللمعه اللي غادي تكون في المطبخ ديالنا والخشب ديالنا بصفه عامه من هذه الوصفه هذه. شوفوا البلاكار ديالنا كيجي رائع، بالنسبه لمعه خياليه دوك المقابض اولا دوك اليدين ديال هاد الابواب اولا دوك الدفات، ايضا رجعوا جداد الخشب ديالكم كتكون فيه اللمعه اللي هي رائعه ورهيبه. هانتوما الا كديروا هذه الطريقه كما قلت لكم مره في جوج اسابيع ولا مره غير في الشهر، كتمتعوا بواحد الخشب اللي هو نقي ونظيف ودائما محافظ على اللمعه رغم توالي السنين، واخا يكون قديم كيف ما شفتوا بحال هذا اللي عندي هذا، دائما كيكون نظيف اولا تلميع ديال الخشب الا ما درناهش هكا بواحد الروتين اللي هو شهري اولا نصف شهري، نديرو على الاقل موسمي باش هكا يكون عندكم الخشب ديالكم دائما كيتمتع بواحد اللمعه. وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى يعجبكم، الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.